السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم؟ معكم سارة عقيل، أخصائية العلاج الوظيفي، واليوم إن شاء الله راح نتكلم عن كل ما يخص سنة الامتياز لطلاب العلاج الوظيفي. طيب، إيش راح نتكلم عنه؟ أول شيء مدتها طبعاً سنة، تقدر تقسمها ثلاث شهور، ثلاث شهور في أربع مستشفيات، تقدر تقسمها في مستشفيتين، ست شهور، يعتمد أنت وين تقدم. غالباً أفضل أو أنصح أن يكون ست شهور في مستشفى كبير، في عنده تخصصات مختلفة أو حالات مختلفة، وثلاثة شهور ممكن تكون في مركز، ممكن تكون في شيء أصغر، بحيث أنه يكون عنده يمكن حالات واحدة، أو مثلاً مركز يكون خاص بس بالأطفال، فثلاثة شهور كاملة تروح مع حالات الأطفال. طيب، هذا بالنسبة كيف ممكن أنت تقسمها. طيب، كيف الطريقة؟ أول شيء الجامعة راح تعطيك أوراق وبيانات تعبيها، أنت إيش المستشفيات اللي تبغى تبدأ فيها امتياز، راح تحط طبعاً يمكن أربعة أو أكثر على حسب إيش المستشفيات اللي تقبل، هل في شاغر أو لا، ممكن يأخذون من دفعتكم فقط شخصين، ممكن يأخذون أكثر، يعني هذه كلها تتغير كل سنة تقريبا، لازم تستفسرون من قسم الامتياز عندكم في الجامعة. ثانيا، بعد ما يقبلونكم راح يكون في أو قبل ما يقبلونكم راح تكون في مقابلات، راح يسوي لكم مقابلات، فبالتالي لازم تجهزون سيرة ذاتية أو سي في، يهمهم كثير السي في لأنه يشوفون قديش أنه أنت مهتم في الأنشطة المنهجية، إيش الشهادات اللي عندك، إيش الخبرات. ممكن أنت تقول أوكي أنا لسه صغير، توني مخلص يعني جامعة، إيش ممكن تكون الخبرات عندي اللامنهجية؟ أنا ممكن أقترح عليكم كم شيء، في ممكن تأخذون بالصيف تدريب صيفي في المستشفيات إذا كانوا فاتحين هذه البرامج أو مقدمينها، هذه خبرة شهر. ممكن تروحون محاضرات أو ورش عمل تفيدكم، بحيث أنها ما تكون مرة معقدة أو مرة تفاصيل، يعني ممكن تكون مثلاً أساسيات التعامل مع أطفال في العلاج الوظيفي، أو مثلاً إيش الأساسيات في القدرات العقلية، هذه أشياء بسيطة ممكن تفيدك. ما أنصح لكم تروحون كورسات معقدة أو مرة غالية، لأنه بالأخير أنه أنت لسه قاعد تتعلم. أنصح بهذه الكورسات كلها تكون بعد الامتياز، فركزوا أكثر على الأساسيات أو الأشياء البسيطة اللي ممكن تضيفها في السيرة عندك، في السيرة الذاتية، وممكن أنت تستفيد منها وتتعلم منها. غير كذا في المقابلات برضو يهمهم قد إيش أنت عندك معلومات عن حالات معينة، يعني مثلا ممكن يسألونك أنه إيش أكثر أريا أو أكثر قسم أنت مهتم تشوفه، يعني ممكن تقول لهم أنا مهتم بالنيورو، ممكن أعطونك كيس سيناريو بسيط أنه أوكي مثلا بيشنت عنده ضعف في اليدين، كيف راح تقيم هذا الضعف؟ بيشوفون هل أنت عندك خلفية بالمقاييس اللي احنا نستخدمها، بتقول له عادي أنا ممكن أستعمل مانيول مسل تيستينج اللي هو تقييم من 5 درجات، تقييم قوة العضلة، معلومات جدا بسيطة اللي راح يختبرونكم فيها. وإذا قلت لهم مثلا أنا أهتم بالبيدياتريك أو الأطفال، راح يسألونكم برضو في القسم ووو. فالمقابلات جدا بسيطة، أحرص أنكم تثرون السيرة الذاتية، سواء بأنشطة منهجية برضو، مو بس محاضرات وكورسات، ممكن تتطوع، ممكن تتطوع بشيء حتى ما له دخل بالعلاج الوظيفي، هو بس يحرصون انه يشوفون انه اوكي انه انت اكتف، انه انت عندك تايم مانجمنت، انه عندك سكيلز، عندك مهارات، فهذا شيء جميل، هذا من وجهة نظري انا اشوف انها تفيد في المقابلات. طيب، كيف حتكون البداية؟ اول ما تبدون طبعا لا تتوقعون انه على طول راح يمسكونكم مريض، راح يشوفون انتو قد ايش ممكن تكون مسؤول عن حالة. كيف يعني؟ مثلاً أنت أول ما تبدأ أول أسبوع أو الأسبوعين، أوكي راح تكون مع المشرف تبعك، راح تشوفه كيف يعمل الخطة العلاجية، كيف يحط الأهداف، فبالتالي كيف يطبق هذه الأهداف مع المريض، راح تكتبون سوا مثلاً الدوكيومنتيشن، راح تتعلم خطوة بخطوة. أنت ابدي اهتمام أنه أنت تبغى تجرب هذا الشيء، أنه أنت تبغى تسوي كذا مع المريض، أنه أنت يعني حاول أنك تبادر. هذا شيء راح يفيدك بعدين في التقييم، لأنه لازم برضو بعد كل فترة أو بعد كل قسم تمر فيه راح يقيمونك طبعاً المشرفين، لأنه بالأخير راح ترفع للجامعة،
فشيء جميل انك انت تبدي اهتمام بهالشيء. ما في داعي للخوف، بالعكس جرب واغلط كم مره لانه انت لسه قاعد تتعلم. ما في اي يعني ما في اي عيب انه انت تغلط، فبالعكس. غير كذا راح يمسكونك شوي شوي المرضى، ممكن يمسكونك حالة كاملة من وإلى بعد، طبعا بعد ما تبدأ معهم 3 أسابيع شهر. يعتمد عليك، يعتمد على المشرف، يعتمد صراحة على عوامل كثيرة، بس راح تمسك حالة من وإلى. مثلا دخل عندكم حالة جديدة، أوكي راح يروح معاك، يبغى يشوف أنت كيف تقيم المريض، كيف تحط الأهداف، يبغى يشوف الكوميونيكيشن سكيلز، مهارة التواصل بينك أنت والمريض والأهل، إيش الأهداف اللي راح تحطها بناء على أنت كيف الأوبزرفيشن أو التقييم حقك كان مع المريض. وبعدين راح يشوف طبعا انت كيف حتكون مع المريض، كيف تحقق هذه الاهداف شوي شوي بناء على الشورت واللونج تيرم جولز اللي حطيتوها، وهذا راح اتكلم برضو عنها بفيديو ثاني انه كيف تكتب السوب نوتس. وبالاخير طبعا لما تعمل الديسشارج للمريض وايش الريكومنديشنز اللي تعطيها للمريض، ايش الهوم اكسرسايزز اللي تعطيها، شيء جدا بسيط، don't be overwhelmed، ما في شيء يوتر. وعادي اغلط كثير، الامتياز يجون يعني عندهم رهبة انه يمسكون مريض او يجربون معاه لانه ما كان عندهم يمكن hands on skills، ما كانوا يشوفون مرضى اساسا وقت الدراسة، او ما كان في مجال انهم يروحون يطبقون في مستشفى او يشوفون عملي، ما حصل لهم انه يتدربون صيفي في مستشفى. فاكيد انه في خوف في البداية، ولكن بالعكس انا اشجعكم انكم يعني تبدون كذا مبادرة انكم تمسكون مريض تجربون معه طبعا تحت اشراف المشرف تبعك او البرسبتر. طيب ايش الحالات اللي ممكن تمسكونها؟ يعتمد على القسم اللي انت فيه. لو بتروح النيورو او الاعصاب راح تشوف تروماتيك برين انجري، اصابات دماغ، راح تشوف سبانال كورد انجري، اصابات الحبل الشوكي، راح تشوف ستروك، الجلطات، راح تشوف النون تروماتيك كيسز او النيورو ديجنريتيف ديزيزز مثل الباركنسون، زهايمر، الام اس او المالتيبل سكليروسيس، يعني هذه الحالات العصبيه اللي انت ممكن تشوفها. لو بتروح مثلا اطفال نفس الشيء، راح تشوف مثلا سيريبرال بولسي او شلل الاطفال، ممكن تشوف تاخر النمو او ديفلوبمنتال ديلي و ممكن تروح، ممكن في وومنز هيلث حتى لو الاخصائيات حابين يشوفون وومنز هيلث تقريبا نفس الحالات، ولكن حيكون قسم كامل وومنز هيلث في الحالات العصبيه، في الحالات النن تروماتيك ديزيزز. مبدئيا هذه الحالات غالبا. طيب نتكلم الحين عن تقييم المشرف لك. التقييم طبعا راح يقيمك على اشياء كثيره، مثلا كيف انت رغبتك انه انت تتعلم اشياء جديده، كيف انت لما مسكت المريض هل كنت متمكن او لا. طبعا ما راح يقيمك من اول مره، لا يمكن انت غلطت في شيء من اول مره بس تعلمت كيف تسوي صح وخلاص بعد صرت تسوي صح، اوكي كذا تمام. كيف انت الكوميونيكيشن سكيلز مع المريض، كيف انه انت تحط الاهداف في الخطه العلاجيه، كيف تعمل الخطه العلاجيه كامله. مبدئيا هذا حيكون التقييم. بعدها بعد ما يعمل التقييم، بعد ما تمر مثلا على هذا القسم جلست فيه شهرين او شهر، راح يجلس معاك المشرف او البرسبتر ويعلمك انه هذا كذا انا قيمتك كذا كذا كذا، وليش قيمتك كذا وليش ما قيمتك كذا. هذه هدفها بالاخير انه انت تطور من نفسك كاخصائي. والاغلاط اللي انت تعملوها او الاخطاء اذا انتم متخوفين انكم تمسكون المريض ما حيقيمك عليها، الا اذا انت اوريدي علمك اياها كم مره وما زلت تغلط نفس الغلط. راح طبعا يقيمك على المعلومات، فانت دائما خليك up to date في المعلومات في القسم اللي انت فيه. يعني مثلا اذا رحت traumatic brain injury او اصابات دماغ خليك دائما مطلع، يعني اذا انت رحت هذا القسم دائما اقول للامتياز انه مثلا اذا رحتوا TBI او traumatic brain injury اشتغلوا هناك كانوا انتوا اخصائيين traumatic brain injury، رحتوا اطفال خلاص انتوا اخصائيين pediatric. يعني خليكم يعني لا تطلعوا من القسم اللي انتم ملمين بالاساسيات اقل شيء، طبعا ما حتطلعوا انتم فاهمين كل شيء، احنا كاخصائيين ما زلنا نتعلم اي قسم نروح له، فعلى الاقل تكونون ملمين بالاساسيات. بعدها يعني بعد انا اتوقع لما تنتصفون في سنه الامتياز انا اسميكم اخصائيين الا شوي، فيبين على الواحد كيف انه نضج كاخصائي بعد اول 6 شهور.
عرف كيف يقيم، عرف كيف يحط الخطة العلاجية، عرف كيف يعمل الديسشارج أو الخروج، عرف كيف يقدر يأخذ ويعطي مع المريض. فحتكون سنة جدا ممتعة، انبسطوا فيها على رهبتها وعلى خوفها وتوترها ووا في البداية، لأنها بعدين جدا ممتعة. هذه من ناحية التقييم. طيب أنت إيش متوقع منك أنت كطالب امتياز؟ غالباً يتعاملون معاكم أنتوا خلاص كأخصائيين، أنتوا جيتوا الآن للمستشفى راح تشوفون حالات، راح تمسكون مرضى، راح تقيمونهم ووا. فخليكم دائماً مثل ما قلت مطلعين على المعلومات الجديدة، خليكم دائماً تحبون تسألون تستفسرون، مو بس من المشرف حقكم، برضو من الأخصائيين اللي يشتغلون معاكم في نفس القسم. إذا عندكم أي استفسار، إذا شفتوهم يسوون طريقة علاجية معينة تبغون تعرفون أكثر عنها، روحوا اسألوا استفسروا. يعني أكثر فترة استغلوها صح، اسألوا قد ما تقدرون، استفسروا قد ما تقدرون، شوفوا هذاك الأخصائي إيش قاعد يعمل، هذيك الأخصائية إيش قاعدة تسوي، تعلموا منهم طريقة جديدة مثلا في العلاج، خذوا منهم أفكار، اقعدوا مع المريض. فبيكون شيء جدا يعني جميل إذا أنتوا قعدتوا مع المريض وشفتوا هم إيش متوقعين منك أخصائي، إذا هو فهم طبعاً إيش هو أنت إيش قاعد تقدم له من خدمات، افهموا منه أكثر هو إيش أهدافه، هو إيش يبغى. مو كل المعلومات ترى تطلع من أول، يعني من أول مقابلة مع المريض أو من أول أو من أول evaluation، يعني من أول تقييم مع المريض. مو كل شيء يطلع من أول تقييم مع المريض، ففي أشياء كثيرة تفاصيل تطلع مع الأيام، تطلع مع الجلسات، هو إيش يحب، إيش هواياته، إيش الأشياء اللي يبغى يرجع لها، ما عاد يقدر يعملها بعد الإصابة أو المرض. فهذا متوقع منك. نهايتها طبعاً نهاية هالسنة خلاص راح تأخذون سنة شهادة سنة الامتياز من الجامعة، بعدها راح تروحون الهيئة التخصصات عشان تبدون في إجراءات أنكم تطلعون الرخصة الصحية لمزاولة المهنة. هذه راح تخلص أنت كذا أخصائي رسمي، وبنفس الشيء الخطوات حقتها جدا سهلة، أنا ما أقدر أتطرق لها كثير لأنه في إجراءات كثيرة قاعدة تتغير كل سنة من هيئة التخصصات، ولكن غالبا أنه هذه راح تأخذ شهادة الامتياز من الجامعة وتبدأ تروح تسعى في إجراءاتك في هيئة التخصصات. وبكذا إحنا خلصنا نبذة عن سنة الامتياز. إذا في أي استفسار أو سؤال إحنا حاضرين. سنة جدا جميلة، استمتعوا فيها بضغطها بتوترها بخوفها، صدقوني رح تنبسطون، رح تتعلمون كثير. نشوفكم إن شاء الله بفيديو ثاني.